صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذه السورة يسميها المفسرون عروس القرآن، وهي من السور المكية، نزلت في مكة المكرمة. الظاهر أن الآيات والسور اللي كانت تنزل بمكة ما كانت تقرأ علانية، يعني يطبون للبيوت ويغلقون أبواب البيوت ويقرؤون القرآن، ما يجرؤون يقرؤوا بصوت مرتفع، لأنه إذا واحد قرأ بصوت مرتفع انعرف أن من المنتمين إلى الدعوة الإسلامية. فإذا انعرف هذا واحد من اثنين، يو عنده قبيلة كبيرة تمنعه، يعني طبعا حكم مركزي ما كان أكو في مكة، الأمر قائم كله على أساس قبلي. فإذا عنده قبيلة القبيلة تحميه، وإذا ما عنده قبيلة لا يتعرض إلى العذاب إلى أن يموت. فما كان عندهم قدرة جرأة على أن يقرأوا القرآن علانية. لما نزلت هذه السورة، جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، جماعة ممن انتمى إلى الإسلام، قالوا قريش ما سامع القرآن يقرأ جهرا. هذول ليش ما نقرأ؟ حاول أن ندبر لنا واحد يقرأ عليهم القرآن جهرا، لعلهم إذا سمعوه يأثر عليهم، نستفيد من قراءة القرآن علانية. من يتصدى لهذا؟ قالوا عبد الله بن مسعود انا اقراه. قالوا لا لا، انت ما عندك قبيله تحميك، هذا العمل يريد لواحد ينتمي الى قبيله كبيره تقف تدفع عنه. قالوا لا عليك، ما سمع قولهم، اقبل وقف بين الصفا والمروه ورفع صوته قرا هاي الرحمن بصوت عالي. قاموا لقريش أوشعوه ضربا حتى أدموا. زين، هذا عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وآله يقول اللي يريد يقرأ القرآن غض بعد جديد خليه يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود، بينما يقف الحجاج شاكو عندنا شيء نسميه احنا سلوك أدبي أو تعبير آخر، حي حضوري على تعبيرنا العادي، انت المفروض من امراء المسلمين. يقول اذا وجدت احدا يقرا بقراءه عبد الله بن مسعود وجابوا لي قران مكتوب بقراءه عبد الله، انا احك ولو بظل في خنزير. نبه عباره الحجاج.
قراءة عبد الله بن مشعود، بينما النبي يقول اللي يريد يقرأ القرآن غض. تلاحظ، شوف المقابلة، التقابل. ومع ذلك إلى الآن لما يمرون كتابنا بالحجاج ما يحطون عليه علامة استفهام أبدا، ولا واحد يحرك ثوبه. معروف السبب، معروف مؤنه. يعني اتأمل، المفروض أن هذا جاي يقف وجها لوجه أمام النبي، وجها لوجه أمام القرآن، فيقول أنا إذا أشوف هذا القرآن مكتوب كتابة عبد الله، قراءة عبد الله بن مسعود، أحكه ولو بظل في خنزير. وهذا عبد الله بن مسعود من هالموقف من الحجاج إجاء. وأكو موقف آخر، لأن هو تعرض إلى ضغط من الأمويين اللي كانوا في بلاد الخليفة الثالث وفي حاشية الخليفة الثالث، تعرض إلى ضغط وتعرض إلى موقف حرج مع الخليفة الثالث. جيد، من هالمجموعة يستدل على أن الرجل يميل إلى علي بن أبي طالب، لأن هاي علامة شوية نبالي اللي يميلون إلى كانوا يتعرضون إلى هذا، يتعرضون مو بس في عمليا، لا عمليا وقوليا، يعني حتى بالكتابات. ولذلك أنا أستغرب، شفت رواية، الرواية تقول أن جماعة اجوا من اليمن وياهم كتاب يحتوي على مناقب علي بن أبي طالب وأهل بيت النبي، فجاب قالوا لعبد الله بن مسعود لما طبوا، قالوا له احنا جبنا كتب اكو بها آثار عن الرسول في فضائل أهل البيت، نجيبها إليك تقرأها. قالهم هاتوها، يقول جابوها إلى بدون أن يشوفها، صاح على طشت بماء، حطها بالطشت ماتها بدون أن يقرأها. بعيد يعني أنا هذه الرواية، بالرغم من أنه يروها وزن معادي اللي يرويها، لكن بعيدة تماما. يعني عبد الله بن مسعود يبدو من مواقف أن مو هالشكل، مو هكذا. وعبد الله بن مسعود تعرض إلى ضغوط وتعرض إلى الضغوط، وموقف الحجاج منا هذا الموقف، نعم هذا لو كان من الكتلة الثانية أو كان صار من أئمة المتقين، نعم. فهذا يدل على أن مو هالشكل، ما كان منحرف عن علي بن أبي طالب. لأنه أنت تلاحظ، يعني لما تشوف مثلا عبارة فلان أحيا السنة وأمات البدعة، فلان صنع كذا صنع كذا، وقدام عينهم أن لما مات مات سكران ولحمة وقع بكؤوس الخمرة، زين، ومع ذلك محيي السنة ومميت البدعة، وإلى الآن يمر التاريخ بمجده وهو المتوكل. شنو السبب؟ شتم علي بن أبي طالب، هذا الشباب وحقك، هذول لو يقعدون من الفجر إلى الليل يشتمون هذا الرجل يصعدوا للسماء أكثر بعد، ما في شك يا سيدي، وحقك. غالى يسار واستخف يمين، بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقشو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لا يرقى لها تلحين، فرأيت أن أرويك محض رواية للناس، لا صور ولا تلوين، فلأنت أروع إذ تكون مجردا، ولقد يضر برائع تثمين. الواقع مهما يشتموه هذا الرجل، صلته بالله تأخذ بيده فترفعه إلى السماء. اللي متصل لا يخاف، اللي مع الله عز وجل لا يخاف أبدا. على العموم، هاي السورة لما قرأها أخذت أثرها من أسماعهم، وهاي ترى بسببها أسلم قيس ابن عاصم المنقري، بسبب سورة الرحمن. قيس ابن عاصم من الرؤساء المحترمين، قيس بن عاصم المنقري
يعتبر من الأفذاذ في تاريخ العرب. قيس لما يجي قبل أن يسلم قالوا اقرأوا لي القرآن، قرأوا عليه سورة الرحمن. لما قرأوا عليه السورة قال: هذا كلام لا يقوله البشر، لا يقول مثل هذا إلا الله. أسلم، كانت سبب إسلامه السورة هاي لما سمعها. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآيات الكريمة. الرحمن، هاي الصفة، صفة الرحمن الواقع لا يشارك أحد فيها الله عز وجل. مو احنا عندنا بعض الصفات اللي الناس يسمون بها ممكن ان تكون قابلة للتسمية، مثل ايش؟ يعني رحيم، راحم، احنا نسمي المسلمين يسمونه رحيم وراحم، ها؟ فهذه رحيم صح ان واحد يسمى بها، لانه اذا رحم غيره يصدق عليه انه رحيم. اذا واحد يرحم غيره يصح أن يسميه رحيم، ما بيه إشكال، صادق. إذا راحم كذلك يصح أن تسميه راحم لأنه يرحم غيره، حتى ولو قام بعملية واحدة تقدر توصفه بأن راحم، لأن الطبيعة تتحقق بوجود أحد أفرادها. فإذا رحم له واحد ممكن يسميه راحم، ممكن يسميه رحيم، لكن الرحمن لا يسمى بها إلا الله عز وجل. ليش؟ لأن معنى رحمن هو من تشع رحمته كل شيء، كل شيء، نعم، هو من رحمة الله عز وجل، من عطائه. شلون يعني كل شيء من عطائه؟ هسه مو احنا قد نتصور أن الله عز وجل إذا أراد أن يثيب أحد يعني معنى ذلك أن أثاب بعمله، يعني واحد صلى والله عز وجل أعطاه أجر، أو صام والله أعطاه أجر الصيام، أو راح للحج والله عز وجل أعطاه أجر الحج. لكن نسأل، نقول أن هذا الحج اللي سواه ينتفع به واحد غيره؟ هو راح ينتفع به، طبعا هو راح ينتفع به، ولا غيري أنا إذا رحت إلى مكة الآخرين شنو؟ شنو علاقتهم بي؟ أنا اللي ربحت، أنا اللي أنتفع بروحتي. زين، إذا أنا صليت أصلي لنفسي، وهذا لا يزود ولا ينقص ولا بعمل لله، ما بعطاء. صحيح أنا امتثلت أمر الله، لكن امتثلته فيما فيه مصلحتي، مصلحتي أنا أن أصلي، لأن الصلاة تهذبني، الصلاة اتحجم نوازع الشر عندي، الصلاة ترفع قدري، كلها تعود إلي. صحيح أنا امتثلت أمر الله، لكن نفعها يعود إلي. فإذا أراد الباري عز وجل يعطيني ثواب، هذا الثواب اللي يعطيني إياه شنو؟ جزاء؟ لا، مو جزاء، هذا تفضل منا، رحمة، تفضل، وإلا جزاء عليما. يعني أنا أعمل لنفسي والله يعطيني جزاء. ليش؟ يعني المسألة إذن جميع عطاء الله رحمة، جميع عطائه رحمة، كل شيء من الله تبارك وتعالى رحمة. يعني مو مسألة جزاء، للمرأة يعمل لنفسه والله مع ذلك يعطيه يتيبا، هذا الثواب اللي يعطيه هي رحمة من تحنن منه ورحمة، وإلا ما عندنا عمل إحنا نستحق به أن نأخذ شيء من الله تبارك وتعالى. كل أعمالنا لأنفسنا، ومع ذلك من لطف الله علينا أنه يرحمنا، من لطف الله تبارك وتعالى أنه يرحمنا. وألفت نظرك لنقطة أخرى، ترى كل واحد عنده الصفة، صفة الرحمة إلى بها نفع خاص. شلون؟ يعني الآن لما تسأل واحد تقول له أنت ليش رحمت الفقير، أو ليش رحمت الجهة الفلانية، يقول لك يو مثلا أريد ثواب والله من الله، يو يقول والله أخاف إذا تركت الرحمة أخاف الله يعاقبني، أنا خوف العقاب، أو لا والله أريد ثناء من الناس، أريد الناس يمدحوني،
يعتبروني خوش آدمي طيب ماشي بدرب الخير يمدحوني. فأكو عنده مصلحة، أي شيء يسويه عنده مصلحة دنيوية أخروية ما يفرق، لكن حتما الدافع المحرك شنو؟ نفع. لكن الله عز وجل إذا أراد يرحم عباده شنو الدافع له؟ يعني ينتفع من عباده؟ يعني عباده يجازوه على هذا؟ لا، بطبيعة الحال الله تبارك وتعالى إذن محض الرحمة، يعني ذات الله محض العطاء، محض الكرم، محض الرحمة. فإذن الباري هو الوحيد اللي يصح أن يوصف بهذه الصفة. هاي اثنين، ثلاثة، قريش كانوا يسمون مسيلمة الكذاب يسموه رحمن اليمامة. نبه لي مسيلمة الكذاب، أنا تعرف هاي خطية الشعوب بسيطة، يعني تنخدع الشعوب في واقع الأمر بسيطة تنخدع، خصوصا القاعدة اللي نسميها الرأي العام. هذول أغلبهم ما عندهم وعي يرتفع إلى مستوى التمييز، فتلقى قد يخدع بشخص، يخدع بجهة، تأثر عليه الخديعة. وإلا شنو مسيلمة حتى يعبر عنه رحمن اليمامة؟ كان يعبروا عنه رحمن اليمامة. وهذا مسيلمة اللي هو رحمن اليمامة يسموه، كأن القرآن الكريم يقولوا أنتوا سموا من تحبون، لكن الضمير وين يروح؟ النتيجة وين يروح الوصف؟ يروح لله، للرحمن صدق. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني الواقع الله عز وجل إذا دعي أحد بهذا الاسم ما ينطبق هذا الاسم على أحد، وإنما ينطبق على الله عز وجل. يعني أنت مهما تريد في مثل هالحالة تتصور أن واحد يمكن أن يتصف بهذا، غير الله لا يتصف بهذا، لأن غير الله ما عنده الشعة الشمول تسع رحمته كل شيء، كل شيء رحمة الله تصل إليه، الله محيط بكل شيء، أي صفة يختص بها الله عز وجل. ولذلك يقولون هالاسم هذا لا يصح لغير الله تبارك وتعالى، الرحمن. زين، بعدين اتنبه لي هالنقطة شوية مهمة. القرآن الكريم لما يفاجئ الناس بالرحمة، قد يسأل سائل يقول طيب يعني شو نعبر عن الله بأنه شديد العقاب وأن يحط الناس أحيانا العاصين بالنار؟ زين، هاي شنو؟ يعاقب بعض العصاة، يبتلي بعض الناس. واحد يبتلي وإذا ابتلى ما نعرف سر الابتلاء، خصوص اللي عنده نظرية سطحية شوية، يقول شنو ذنبه هذا يطلع من بطن أمه مثلا معاق معوق، شنو ذنبه؟ هو ينسى أن اللي طلعه معوق شنو؟ قد يكون غلطة من أبويه، قد يكون تأثير وراثي، واحد من أجداده. يعني خلينا نقرب لك المعنى. عندنا ثبت أن الخمرة إذا واحد أدمن عليها أثر من تأثير الكحول أن يشمم هالخلية اللي يتكون منها الجنين، الحويمن يتشمم، أو البويضة إذا شربت الأم تتشمم، فيطلع النقص وين؟ يطلع بالجنين، نفس الجنين. أكو أشياء إذا استعملها الإنسان الله عز وجل نهى عنها، بس إذا استعملها الإنسان، عندنا إحنا منهيات بالمضاجعة، مثلا المضاجعة تكره ليلة كذا، ساعة كذا، في حالة كذا. يعني بعضنا من دول المتحدقين وشو الخرافات هاي؟ واحد يشتهي أهله يجي الأهل في أي وقت، شنو الحكي؟ شنو ماذا القمر بالعقرب أو الحكي هذا ما له طعمه؟ لا يا أخي، لا تشتهين، لا، لأن هذا الحكي مو طالع من واحد عادي، هذا الحكي طالع
من طريق السماء بطريق الأنبياء أو بطريق الأئمة، والشيء اللي يصدر من هالمصدر لا تشتهين به، وإن كان ما تعرف له سبب ظاهر. أنت إذا ما عرفت له سبب ظاهر مو معناه ما إلى حكمة، لا إلى حكمة. يعني أنا سبق أكثر من مرة قلت لك كثير من الناس شبي بيض الغنم، ليش حرام بيض الغنم؟ وخلنا أقول يعني شبي، شو عارفك التشبيه؟ مش مدريك انت شنو، انت كلك حجمك شنو؟ ها؟ انت حجمه هو الكون اللي انت بيه شنو حجمه؟ هو مجرة بسيطة، هو كونك هاي كلها المجموعة تعيش في مجرة، والمجرة تعيش من 150 مليار مجرة. إلى الآن العلم استطاع أن يكتشفه. انت وين؟ يا مكان؟ حتى تيجي تعترض على الله؟ ها؟ تتأمل هذا الغرور شلونه؟ في الإنسان إذا ارتكب بعض الأشياء، الجنين انعكست على الجنين، يجي هذا يقول لك هي هاي من العدل أن هذا يطلع. يا أخي هذا ذنب الأبوين، ما امتثلوا ما انتهوا. الشيء يقول خو افرض الأبوين غلطوا، الولد شنو؟ ونقول له هي التأثير بالولد هذا راح يوجع قلوبهم، تأثير بالولد راح يبين أن دولة يعني يبطي كشف بأن دولة انحرفوا عن إطاعة الله. تأثير بالولد قد تترتب عليها مصلحة للولد لا نعرفها. يعني أكو كثير من الحكم قد لا تصل إليها مداركنا أو أفهامنا، بس لا تتهم الله عز وجل ورحمته، لا تتهمها حتى عقوبته. إذا أراد أن يعاقب عقوبته رحمة. كيف؟ يعني أرجوك الآن أنت لما تلزم ابنك وضربك لابنك وتهذبه، شنو تريد تقصع لي لابنك يعني تكرهه؟ لا، ماكو أبو يكره ابنه ولا أم تكره ابنها أبدا. اللي إذا شنو هذا الضرب؟ هذا الضرب رحمة، أنا أريد أهذبه. أفرض قد يكون غلط الضرب مثلا، لكن مع ذلك أنا متصور أن الوسيلة للتهذيب هي هاي. في هذا الضرب في حد ذاته لا تعتبر قسوة ولا تسمي تعدي، ما دام صادر من جهة رحيمة. الأم والأبو ما يمكن يقصون على الولد، من رحمتهم من شفقتهم بالولد يحاولون تهذيبه تربيته. فما ظنك برب الرحمة بالله عز وجل؟ ولذلك أبو ذر سألوه قالوا له ما مدى تسليمك لله؟ قال والله لو وضعني جسرا على جهنم وأمر الناس بأن يعبروا علي لما تأوهت. قدر الإمكان أنا اللي مصمم عليه هذا، بس ما أدري طبيعتي تضعف بعد ذلك أو لا. أنا اللي ناوي وعازم عليه هذا، اللي أنا عارف أن الله لا يفعل إلا الرحمة، لا يصدر منه إلا الرحمة، ونسأله أن لا يحرمنا من رحمته. في واقع الأمر الرحمة هي عطاء الله عز وجل. الرحمن أول ما فاجأهم فاجأهم بأنه الرحمن. طيب بعدين أراد منا أن نتخلق بأخلاقه، مقال تخلقوا بأخلاق الله. ولذلك شو يقول تكتبت للآية الثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أنت لما تكون عبد للرحمن والرحمن يرحمك والرحمن يرفعك، لما تكون كذلك إذن تخلق بخلق الله عز وجل، خليك رحيم. شوف من الرحمة أن تمشي على الأرض هون، يعني لا تاذي الأموات ولا تاذي الأحياء. شلون يعني؟ لأن هذا اللي يمشي شوي يتخلج مملوء غرور، كأنما يمشي على قلوب الناس، نبه؟ مو يمشي على الأرض. لاحظ التعبير يقول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن يمشون على القاع، ما يمشون على قلوب الناس. لكن هذا اللي مغرور اللي مملوء غرور يمشي على قلوب الناس، على مشاعرهم، على ايش دعوة الغرور؟ يعني مهما تصير انت شو يعني؟
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. التواضع أليق بك، التواضع أليق بك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ليش كنوا بأبي تراب؟ كان يدرك النعاس، شاف له شوية وصل قاع رملة زينة شوال منها وشادة وضع رأسه عليها. يجي النبي ينفض عنا التراب يقول له اجلس، إنما أنت أبو تراب. يتصورون بني أمية أن هاي شتمة، شتموه بها على المنابر. المهم أن من الرحمة أن نتخلق، الله عز وجل أراد من عندنا أن نتخلق بأخلاقه، ومن أخلاقه أن نكون رحماء. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ليمشون مغرورين متجبرين على قلوب الناس. بعد تبالغت عبد الله بن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة، كان إذا واحد شوية مغرور من هالنوع أو ثقيل قاعد يمه يشير رأسه إلى السماء يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الواقع هذا يعذب قلبه، يوجع قلبه، يا دي كل غرور. وبعد يا دي الأموات، هذا يتخلج يمشي. والله يرحمه يا أبو العلاء المعري، سر إن اشطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، خفف الوط ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يعني ارحم الناس ولا اللي تحت رجليه اللي نايمين، لا تجي تتخلق تمثل الغرور على رؤوسهم على عظامهم. طيب الرحمن علم القرآن، علم القرآن بأي معنى؟ يعني أنزل لنا القرآن ليعلمنا. الله تبارك وتعالى علم القرآن لنبيه، ونبيه علم القرآن للناس، فسر القرآن. لأن أي آية من الآيات كانت تنزل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشرح معناها، الصحابة يسألوه عن المعنى اللي ما فهمه. تعرف القرآن الكريم أكو بي تركيبات بي جمل وبي مفردات بعضهم ما كان يفهمها، يجي للنبي صلى الله عليه وآله يستفسر من النبي والنبي يبين له. يعني مثلا لما نزل قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، واحد من الصحابة يقول جمعت لي خيط أبيض وخيط أسود شديت على رجلي وأنتظر يمتى ينعرف شوية الفجر، الفجر إذا صار يصير بي بهاق نور أقدر أميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يقول جيت للنبي أخبرت الصبح، ضحك النبي قال لي إنك عريض القفا تلاطف وياه. قال له لا مو هذا المقصود، المقصود الفجر المعترض بالأفق كأن خيط أبيض، هذا الفجر الصادق اللي نسميه. نعم يعني قال له هذا المراد يا رسول؟ قال له نعم، ولذلك من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكانوا يسألون النبي إذا نزلت الآية يسألون عن مضمونها، بعض الألفاظ بعض التركيبات الجمل يسألون عنها، النبي يعلمهم. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه أي تفسير ينزل للقرآن على لسان النبي كان الإمام علي كتبه، لأن ما كان يفارق النبي إلى جانبه ليل ونهار. نعم كان إلى دخلات على النبي ما يدخل غير عليه أبدا، إذا طلع يودي وراء رسول الله، وإذا موجود يدنيه إلى جانبه لا يكاد يبعد عنه، ألزم له من ظله. فالمهم أن النبي علم، لما علم القرآن قال لهم هذا هكذا. بس مع الأسف الآن الأفهام تختلف، تلقى واحد يقرأ القرآن يصور بصورة أخرى غير ما علمه النبي. مثل إيش؟ مثلا واحد قرأ هالآية بسم الله الرحمن الرحيم والله المستعان على ما تصفون، فش فهم منها؟ فهم منها أن غير الله ما يمكن واحد يستعين بغير الله.
هي الاستعانة. أنا سبق أن قبل الليلتين ذكرت لك أن الاستعانة فيما يقدر عليه الإنسان ما بها أي بأس. واحد أنا ما بيحل أقوم، أو لا سمح الله عندي مانع عني أقوم، يا فلان رجاء اعطيني ماي، هذا الاستعانة، يجيب لي ماي أشرب، ما بي بأس هذا. استعانة رجاء أنا ما أقدر أروح للدائرة الفلانية، أنت تقدر تروح للدائرة فيما يقدر عليه البشر، إذا استعنت به عليه ما بي أي بأس، ما بي أي إشكال. فغير الله يمكن أن يستعان بي في هذا، وإن كان هو من الله. الله عز وجل يقدر الإنسان على قضاء حوائج الآخرين، ما بي شيء، ما تقدح بالتوحيد. لكنه لا، ابن الجوزي أكو عنده رواية يرويها في كتابه تلبيس إبليس. شنو الرواية؟ يقول واحد وقع بالبير وسمع اثنين على حلق البير يحشون، واحد يقول للآخر هذا البئر مفتوح الفم، وإذا يظل على هالحالة ربما يقع فيه بعض الناس، فخلي نجيب لنا صخرة نخليها على فم البئر حتى لا يقع فيه أحد. يقول هذولا يحكون وراح يجيبون صخرة وراح يغتنم، ما راد يقول لهم طلعوني. ليش؟ خاف يصير استعانة بغير الله. أرجوك هذا كلام، هذا هذا حفظ النفس واجب، حفظ النفس واجب. ودولا راح يشدون عليه الباب يقطعون عليه الهواء أمون، شو المانع أنا أقول له يا أخي أرجوك خلصني أنا وقعت، يعني شو نبيع، شو الباب اللي بيع، ما حرف دولا. هذا خلون مولانا، هاي مثل واحد هذا ابن عروة ابن الزبير، هذا طبل المسجد خلع حذاء باب المسجد، اجا واحد سرق الحذاء، لما سرق الحذاء هذا ظل عمره يمشي حافي، قالوا لي ليش؟ قال خاف واحد اشتري لي حذاء واحد يسرقه ويتحمل اثم، ليش انا احمل الناس اثم، خليني امشي حافي. شايف النمط من التفكير العالي هذا، من النوع هذا. هذا الله عز وجل ارسل لنا القران، كتاب الإنسانية، القرآن، الرافد الحضاري، القرآن ليأخذ بيد الشعوب لتطويرها. وهذا اللون من التفسير يعود بالناس القهقرة إلى الوراء. فالباري يقول علم القرآن، يعني علمه لنبيه صلى الله عليه وآله، أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا وعلم أبطال الملائكة، وبعد ذلك الملائكة صاروا ينزلون به خلال 23 سنة إلى أن تكامل في آخر الأمر. آخر الأمر آخر آية نزلت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية. خلال 23 سنة نزل القرآن، بس علمه للنبي، والنبي صلى الله عليه وآله علمه للناس. هسه قد يقول لي واحد إذا كان الله علم القرآن ليش الاختلاف في الأحكام؟ أحكامنا من القرآن يا أخي، الاختلاف طبيعي. يعني أنا لما أقرأ الآية أفتهم منها شيء، وغيري يقرأ الآية يفتهم منها شيء آخر، ما بيبقاش هذا يتشلون من الخلاف، خلاف علمي هذا كل بأش ما بي. لكن أكو خلاف يمليه الشيطان، ذاك الخلاف اللي يمليه الشيطان المنهي عنه، أما الخلاف في فهم الآية في فهم النص أي شيء، أنت تفهم الآية شيء وواحد آخر يفهم الآية شيء آخر، زين، بس يكون الفهم مستند على أسس علمية. يعني أنا لما أفسر آية كون تفسيري لها الآية قائم على أساس من العلم، يعني كون أملك الآليات، آليات التفسير كون أملكها، لأن المفسر يحتاج مجموعة من العلوم كون يتقنها، المفسر مجموعة من العلوم كون يتقنها. شلون يعني؟ مثلا العربية ومشتقاتها، معاني وبيان، مثلا نحو، صرف،
إذن اللي نسميه العلوم الآلية، بعدين الفقه مثلا، الأصول، تاريخ، الدراية، علم الرجال، إذن كلهن يحتاجهن المبشر يتقنهن. يا الله يقدر يرجع للآية يفهم معناها، إذا ما أتقنهن ما يقدر يفهم معناها. خلينا نرجع زين، النبي علم القرآن للناس ووضع لهم قواعد وأسس، وأمر من يريد أن يفسر القرآن بأن يكون على علم، هذا مفروض عنده. علم القرآن، تقلت الآية قالت خلق الإنسان علمه البيان. شنو خلق الإنسان؟ هاي الألف واللام للإنسان، للجنس يقول العهد. هنا أكو رأيين، رأي أن الألف واللام للجنس يعني كل الناس، الله خلق الناس، خلق الإنسان يعني خلق الناس كافة وعلمهم البيان. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أعطاهم قدرة على النطق. يعني أنت الآن الحيوانات الأخرى ما عندها قدرة على النطق، الحيوانات الباقية ما تقدر تنطق، الفرس ما يقدر ينطق، نبه لي ها، الجمل مثلا ما يقدر ينطق. ولذلك نعبر عنه حيوان أعجم، وإذا كان حيوان أعجم يعني ما عنده قدرة يعرب عن إرادته. ولذلك الله أمرنا بأن نرعى شؤونه. يعني مثلا الآن الإنسان إذا عطش يقدر يقول اعطوني ماي، لكن الحيوان إذا عطش ما يقدر يقول اعطوني ماي. أنت تجيب لك بلبل تحبسه مثلا، يحط له بلبل ها يحبسه وينشا همله، لا أعطى ماي ولا أعطى طعام، ربما يموت هذا الحيوان تعذيب، لأن هذا ما عنده قدرة على أن يقول أنا عطشان أو جوعان. ولذلك تلقى الفقهاء يقولون الحيوانات الحبيشة تجب مراعاتها. هاي هذا حيوان أنت تحبسه، يجيب له حيوان مثلا يدجنه يخليه بالبيت، يكون يرعاه يوفر له تحسين أجواءه من حر وبرد، يقدم له طعامه، يقدم له حاجاته. أشقد واحد أعتقد من القاعدين يفر إيده يقول شيخنا تواب وطرام، إحنا الإنسان شنو نقيم تعبنا حتى شنو إنسان، إحنا الإنسان شنو نوفر له حتى نوفر للحيوان ها؟ إيه على العموم، أتخطر واحد من أدبائنا عنده بلبل، هاش عنده هموم كان يبعد الصبح يبثها لهذا البلبل، معلق قدامه هو يقول له أيها البلبل المعلق بالسجن سلام من صاحب بك حافل، الحميم الصميم يندر بالصح وما أكثر الخدوع المخاتل، كم نسجنا حظوظ قوم بأيدينا فلما ارتدوا رأونا مغازل، أترى الفضل فكرة لفقتها حاجة الأرض للرجال الأفاضل. يقول له اشتكي لك، احنا اكو ناس جبنا حجنا حظوظهم سويناهم اوادم ها، لما سويناها ادمي هذا شافنا مغزل، ما شافنا اوادم، عاملنا معاملة المغزل مو معاملة الانسان. فعلا اكو بعض الناس اعوذ بالله اذا احسنت اليه اساء اليك، هاي الذات الخبيثة الذات العقربية. فأرجع للموضوع، هذا كان يبث همومه إلى هالبلبل. طيب يأشى للبلبل يقول له أنت حبيش وأنا حبيش، أنت حبيش بقفص وأنا حبيش بقفص من الهموم أيضا ها؟ على أي حال هذا الحيوان إسا أنت لأي غرض تريد تتنزه به ترتاح إليه؟ المهم هذا أعجم ما يقدر ينطق، ولما ما يقدر ينطق وفر له حاجاته. أنت الوحيد اللي تقدر تنطق، خلق الإنسان علمه البيان. شلون علم البيان؟ يعني الطال قدرة على التعبير. هسه البيان ترى عندنا ما يتوقف على بس اللسان، لا، واحد يقدر يبين بالرسم، الرسم أيضا
وسيلة من وسائل البيان، الكتابة وسيلة من وسائل البيان، أكو وسائل الإشارة. الآن عندنا بعض الأحكام الشرعية الأخرش، أخرش أكو عندكم الطعام تجي لي تأشر له تقول له هاي مثلا بخمسة دنانير بيدك، يوافق هو براسه يأشر خلاص تعتبر موافقة، هاي يصير طرف بالعقد، هو يصير ليش؟ لأنه المهم البيان، المهم أنه يعرب عن إرادته، الكلمة تعرب عن الإرادة. شهي ليش الكلمة إلى المكانة الضخمة؟ يعني الآن إحنا الآن هذا نسميه يزني، يزني شنو؟ يعني بدون عقد يعتدي، نعم بدون عقد، علاقة غير شرعية، لأن عقد ما أكو. العقد شنو؟ زوجتك وقبلت، أكو غير هاي؟ لفظ، اللفظ يحلل الحرام شوي حلال، ليش؟ لأن اللفظ بالتزام، يعني مو على حساب هالألفاظ اللي يحشيها، يعني بعت البيع والعين والتاء، مو هاي ما تحل المشكلة، لا، يحل المشكلة الالتزام، يعني القصد، يعني أنا قاصد أن أبيع وأعبر عن هالقصد بيش؟ بهاللفظة. لذلك إذا وقف الإنسان يصلي يقرأ بدون معنى صلاة لا يتقبل منها شيء، مجزية تمام، تسقط عن محد التكليف، يعني مكلف امتثل وقف ركع وسجد وقرأ الحمد، لكن مقبولة لا، مو معلوم. لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه، كن أنت مقبل عليه، عندك قصد، يعني لما تقول له إياك نعبد وإياك نستعين كن تطلع برا تطبق عبادة الله، مو أنت تقول له إياك نعبد وأنت مو قاصد تقرأها وتطلع برا تلعب على كيفك، ها؟ لا. إذا القاصد هو الهدف، خلق الإنسان علمه ماذا؟ البيان، خلق الإنسان. هذا رأي بأن الإنسان كافة الناس، يعني الجنس البشري، الله طال قدرة، شوف هذا الطفل أول ما يترعرع يبدأ هو يطلع من عنده ألفاظ، يسمي الأشياء بهالألفاظ، ولذلك تلقى اللغات مختلفة. ليش؟ يعني مثلا احنا طفلنا في منطقتنا من يعطي شوي شوي شم الماي ماي، ها؟ مثلا افرض مكان اخر يسمي اب مثلا، مكان اخر يسمي ووتر مثلا، زين؟ فيختلف حسب شنو البيئة اللي نشأ بها، اتعلم هو قام هالمسميات هالاشياء يعطيها اسماء، هاي القدرة ما موجودة الا عند الانسان، خلق الانسان علمه البيان. هذا رأي أن الجنس البشري، الرأي الآخر لا، خلق الإنسان المقصود بالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، هي الألف واللام للعهد، علمه البيان، يعني شلون يبين حتى يكون بيانه حجة. تفت لي النقطة. الآن إحنا منين نأخذ الأحكام؟ قسم نأخذها من القرآن وقسم نأخذها من النبي، اللي من القرآن اللي بها آية، الآية يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت، لكن شلون يمتى أحج؟ شكثر إذا صار عندي فلوس أقدر أحج؟ إذا ما عندي شقد ما أقدر أحج؟ نفق العيالي من أطلع أريد أروح أحج وارجع، عيالي عندهم نفقة تكفيهم، أنا مثلا أنا كاشف ما طولني هنا اكتشف اقدر اغطي حاجات عائلتي، لكن اذا رحت اروح مثلا شهر او شهرين هذا نفقة العائلة ضمن الاستطاعة داخلة ومو داخلة، هذا ما اعرفه كله منين اخذه؟ اخذه من قول النبي، اخذه من قول الرسول، من بيان النبي. النبي الله عز وجل علمه ان يبين للناس، ولذلك تلقى افعال النبي اقسام، قسم من أفعال النبي ما نعتبره بيان، مثل إيش؟ مثلا النبي يأكل صلى الله عليه وآله، يأكل يشرب، هذا ما يعتبر بيان شرعي، الإنسان يأكل يشرب يمشي هذا ما أسميه بيان، ما يجب الاقتداء به أبدا. ليش؟
لأنه هذا من الطبيعة، يتبع الطبيعة البشرية، كل بشر يأكل ويشرب وينام، هذا ليس من البيان. هاي نقطة. أكو مثلا ليس من البيان ما هو مختص بالنبي، مثل إيش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله إلى صلاحية أو إلى حق أن يتزوج أكثر من 4. تزوج النبي 9 نساء أو 10 أو 12، دخل ب9 منهن، هاي من خواصه. ما أنا ما أجي ما إلي حق أقول أنا لما القرآن يقول لي ولكم في رسول الله أسوة، مو معناه أنا من حقي أن أتزوج مثلا مثل ما أتزوج النبي العدد هذا، لا. الإنسان المسلم ما إلى حق إلا أن يجري ما هو في 4 من النساء، يعني مجتمعات. أما إذا لا فارق واحدة يمكن أن يأخذ غيرها. وهاي الأربعة طبعا هذا التعدد من صار إلى الآن كتابنا يبينون فلسفته، فلسفته واضحة أن التعدد لحالات ضرورية، افرض الله عز وجل ما ذكرها، لكن لحالات ضرورية. يعني أنا لما أعدد أريد أخذ النساء، افرض مثلا امرأة ما ملأت عيني، بدل ما أوقع بالزنا أضطر أتزوج مرة أخرى حتى أعفف نفسي. مرة هاي ما تلد، يعني ما عندها قدرة على الإنجاب، عقيم، وأنا أريد أولاد أروح أتزوج. عندي مثلا سبب آخر انسجام، ما أكو، هذه امرأة عندها من عندي أطفال لكن أنا مو منسجم معها، أنا على طول البيت شجار وعراق وصياح، فيقول لك أن بدل ما أطلقها ويسيبونها الأطفال أضطر إلى حل آخر أبسط أقل ضرر شوية أروح أتزوج. فأكو حالات، الباري عز وجل ترك تقدير هذه الحالات لنا، يعني لأن هاي المسألة خطرة مو سهلة، تترتب عليها آثار هواي طويلة، سبق أن بحثنا الموضوع أكثر من مرة. فأرجع للموضوع، أكو بيان، يعني النبي إذا زوج 9 مو معنى ذلك أن هذا بيان لنا حتى نتأشى به، لا هذا مو بيان. لكن البيان مثل إيش؟ البيان مثل قول النبي صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم، مناسككم أخذوها، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا في صدد البيان. ولذلك أنت لما تسألك واحد من محبي أهل البيت تقول لك تعال أنت ليش من تغسل تغسل وجهك وإيديك بعد ذلك تمسح على رأسك ورجليك، ليش ما تغسل؟ يقول لك والله أنا أولا أنا عربي، والعربي يقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، 2 مسحتان وغسلتان، أنا هذا فهم من الآية. بعدين أنا أخذ هذا منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا منين أخذته؟ أخذت من الواحد اللي قاعد بحضنة من الصبح لليل، من الحسن، من الحسين، ما أخذت من واحد بينه وبين النبي، نعم، مسافة طويلة، ولا لغته تختلف عن لغة النبي أبدا، أنا أخذت من بيته من أسرته. طيب إذا كان كذلك هذا ما من حقك أنت تجي تقول ولم يبقى ممن يمسح على القدمين إلا فرقة ضالة، وهذا دليلهم من القرآن وهذا دليلهم من السنة. ومثل ما تقول انت ضال لهم يقولوا لك انت ضال، مو بس وحدك، ابوك امويك، ها. فإذا تأمل يعني شنو هو، هي مسألة راس وراسة لو مسألة دليل يا اخي؟ الدليل مو هذا، احنا نتبع القرآن الكريم، امامنا القرآن وامامنا الرسول صلى الله عليه وآله. لما القرآن يأخذ بيدي إلى الدليل والنبي يأخذ بيدي إلى الدليل، إذن شنو ليش أنت تشكل عليه؟ منين أجيب أنا؟ منين أجيب دليل غير الكتاب والسنة؟
فأرجع. إذن من البيان قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، أكو لما يكون بصدد البيان، بعد أكو بيان عملي. البيان العملي شنو؟ والله شوي التفت لي. أكو البيان العملي يعني أنا الآن لما أجي إلى السيارة أصعد بالسيارة، نعم، وبنفس الوقت السائق شافني، شنو معنى صعودي بالسيارة؟ صعودي بالسيارة تعال شغل سيارتك وديني لأهلي، غير أخذ أجورك اللي تريد أهلي. هذا كلام وإلا منطق، هذا شيء عملي، هذا تصرف عملي. أجي أطوب إلى دكان بزاز ألقى عند طول من الخام مكتوب عليه السعر كذا، أشيله للطول أجيبه أخليه وين؟ على المنضدة. شنو معنى هذا؟ معنى أريد هذا قصلية، ها قصلي حاجتي من عنده. زين إذن هكذا يعني، لو ما هذا الطريقة، لو ما هذه هذا اللون من العقود، ها يتوقف سوق المسلمين كله. هذا كله بيان، بيان عملي، هذا هذا بيان عملي. وأحيانا البيان العملي يجي من التقرير. شلون من التقرير؟ يعني أنا أمور ألقى لي واحد يتوضأ، يتوضأ يغسل وجهه يغسل يديه، يكمل أجزاء الوضوء. ما أنكر عليه، إذا ما أنكرت عليه وأنا مشرع، معنى ذلك أن أقررت أن هذا هذا صحيح، هذا وضوءك صحيح. لو بي غلط يتعين علي أنا أقول هذا بي غلط. إذن هذا بيان، هذا بيان. نبه لي، ثم حتى الإجماع السكوتي يعتبره بيان. الإجماع السكوتي شو؟ نحن عندنا مو حجة إجماع السكوتي، لكن هم يقول لك إذا واحد قال وهو ظالم، قال شيئا وسكتوا عليه، ها هذا إجماع سكوتي إحنا نعمل به. طيب شو هذا؟ مو هذا تقية؟ شو ليش صحيح علينا بالتقية؟ ها مو هذا تقية؟ شو إذا ما تقدرون تخالفون الرأي وسكتوا واعتبرتوا الإجماع السكوتي حجة، شو التقية؟ شلون حمراء خضراء؟ ما هي تقية، ها بس شو تسوي؟ المهم أن أكو ألوان من البيان. أنا يهمني اليوم موضوع واحد، شنو هو؟ النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سوى النبي صاحل علي بن أبي طالب ولفاطمة الزهراء وللحسن وللحسين سلام الله عليهم، وطوى عليهم الكشاء. هذا بيان عملي أن أهل البيت هؤلاء، هذا مو بيان لما صاحلهم بعد هاي الآية، هذا مو دول، هذا مو إشارة إلى أن هذا مو بيان من النبي إلى أن هؤلاء هم أهل بيتي. ما نحتاج إحنا إلى بيان آخر غير هذا البيان. ولذلك لما إجت أم سلمة قالت له يا رسول الله أنا من هؤلاء، أنا من دولة يعني أدخل وياكم، قالها لا هذا لا، هذا خاصة لأهل بيتي، وإنك لعلى خير، أنت على خير، لكن هذا مو إليك، ها هذا لآل الرسول، لعلي وفاطمة وللحسن وللحسين، ذولا أصحاب الكشاء اللي كان رسول الله صلى الله عليه وآله دائما وأبدا تشوفه ملتصق بهم لا يكاد يفارقهم. يطلعون الصحابة للنبي عندهم شغلة، يطلع لهم شايل شيء تحت أزارة يتحرك يشيل الأزار، تجد حسنا على جنبه الأيمن وحسين على جنبه الأيسر، يطلع يتمشى في أرباض المدينة يشوفوا حاط الحسن على كتفه الأيمن والحسين على كتفه الأيسر، ويمر عليه أبو بكر يقول له يا رسول الله دعني أحملهما عنك، نعم الراحل راحلتكما، يقول له النبي ونعم الراكبانهما وأبوهما خير منهما،
هذا كل بيان والتشاق من النبي بهؤلاء. بعد النبي يأخذ الحسين يشبع جبينه لثما وتقبيلا، يعني هذا بيان عملي بأن هاي الجبهة شنو هي؟ محل التقبيل، محل التكريم، وليست محلا للشهام ولا محلا للحجارة. ولكن مع ذلك هاي الجبهة تدري اللي صار بها؟ ماذا جرى في واقعة كربلاء؟ عندما سقط الحسين على الأرض، شلون وقع؟ وقع والجبهة تدمى من حجر أبي الحتوف الجعفي. ومع ذلك كان بعد أكو بقايا عند الحسين، ينظر بتلك البقايا إلى مخيم عياله. أقبل إليه مالك بن اليسر، شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه، ضرب الحسين ضربة أطبق بها حاجبيه على عينه. فقال له الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي؟ وانتهى إليه آنذاك صوت أخته الحوراء زينب: وقفت على التل الحزين بقلب مفتوح، شبجت على الهامة عشرها وصاحت بصوت: يا حسين خويا هجمة والعدوان البيوت داروا علينا يا خليص وسلمونا. نادى لشان الحال منا وصعد انباع: يا مخدرة حيدر أبونا صعب الأمراض، كثر العتب شفيت في جثة بلا العتب. غالبا كانت تطلع لش وقت بالليل عندما يجن عليها الليل، ابتداء من ليلة الحادي عشر وحتى الليالي الاخرى، اذا ألم بها مؤامر او ملمة انتهت الى رأس ابي عبد الله تشتكي آلامها: خويا ذبتني على الغرب جوا، لحقتك على ريحة الخوان، أشوفك عبتني بقاع شلوى، أنعم جوا أبن يا حسين. شمر الخنا بالصوت كسر ضلوعي، فجاب من فوق شايقة الخنا. قضي القضاء بما جرى، اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا في من أعطيت فيما أعطيت. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم إنا نسألك من كل خير
أعطيت منه محمد وآل محمد، ونعوذ بك من كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤششون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.